ايه تفضلي مدام. لو سمحت، انا لقيت هذا الموبايل مرمي على جنب الطريق. انا يعني كنت بدي اسالك اذا بينباع معي، يعني تشتري انت مني شيء؟ لا طبعا، نحن ما بنشتري ابدا موبايلات مسروقه اذا كانت بالشارع او باي مكان، بس فيك تسالي بغير مكان. بس يا اخي مو عرفانه لعند مين بدي اروح انا، وفي ناس كتير دلوني عليك انت. لا ما فيني ساعدك بهالموضوع، تفضلي. ماشي، انا رح روح شوف محل تاني. حلو، مبين انه اختك عندها خطة غريبة عجيبة، ما هيك؟ شوفي، ما لا عرفانة تعمل شي ابدا، بس ليكي مع ندى لساتة واقفة بمحلها، اصلا هي صفة فيها. بس لهون وبكفي، انا رح اعالج هذا الموضوع بس بطريقتي انا. سنسكار استنى بالاول، بس خلينا نشوف سوارة شو بدها تعمل. شفتيها؟ هاي اخدك رجعت من عند الزلمة، فيني روح؟ انتظري مدام. تفضل. تعال شوي. تفضل. الحقيقة أنا حبيت ساعدك وبدي اشتري الموبايل منك. فرجيني. خد. شو؟ نعم. هذا الموبايل محطوط فيه خط؟ اسمعي، ديري بالك منيح مرة تانية، تخيلي لو الشرطة اكتشفت هذا الشيء. أنت لازم تنتبهي المرة التانية. بس هذا الموبايل بيكون موبايلك، ما هيك؟ لا ابدا مو هيك القصه، هو بس انا، هو يعني انا، هذا الموبايل الك. انت شو جاي تعملي عندي؟ ممتاز، شفتي خطه اختك؟ عن جد طلعت خطه ممتازه. وهلا شو رح تعمل؟ ايوه بعرف. اسمعي، هلا سوارة الذكيه فورا رح تحط خطه بديله. وبعدها يعني شو مفكر الشغله مسحه انت مثلا؟ تعال يلا، لازم نلاقي طريقه ونساعد سوارة. وليش؟ ليش لحتى نساعدها؟ أنا من الأول قلت لسوارة لا تروحي لهنيك، بس هي كالعادة ما سمعتني. هي شخص بحب يخاطر بكل شيء، وما بترد على حدا وبتعمل اللي براسه بس. سنسكار! لك وينك؟ تعالي بسرعة شوف مين بتكون هاي. لصالح مين بتشتغلي؟ ومين بعتك لهون؟ يلا قولي، الشرطة هي اللي بعتتك لتورتينا؟ لا أبداً.
زهرة انت منيحة؟ على مهلك أمك. هادي اللي اشتريت من عنده الموبايل؟ ايه نعم سيدي، هذا هو، هذا بذاته هذا هو. وانت شو بتقول؟ سيدي انا رح اقول لك الحقيقة كلها هلا، سيدي في مرة بعتني اياه، هي اجت وبعتني هذا الموبايل. شو هاد؟ ومين المرة؟ لا تطلع فيني، قلي شو اسم المرة؟ ما بعرفها، بس بتذكر بتغطي وجهها دائما، يا اما بشال او بغطى، بس انا ولا مرة شفت وجهها لهلا. طيب انت يعني مو متذكر منها ولا شيء؟ نحن لازم نعرف من هي المرة. شو تذكرت؟ ايه تذكرت، هي يمكن حاطة وشم فراشي على ايدها. طيب سيد سانسكار، انا رح حط فريق كامل لحتى يدوروا عليها، بس تذكر هي الفرصة الأخيرة لتلاقي أخوك، بتمنى نلاقيه. طيب حضرة الضابط، بس لو سمحت لا تخلي ولا طريق ما تدور فيه على لكشي. حضرة الضابط، بدي منك تضل هاي الفكرة براسك بعد إذنك، نحن لازم نلاقي لك شي بأي طريقة كانت. خدوا لهاد. يلا امشي. أنا مالي قادر أوصل لحدا منهم شرميزة، ما يعرفان شو أعمل. سوارة راجيني جيبي المعقم والشاش بسرعة. حطيني من هذا المعقم بيحرقني كتير. أنا سوارة بنتي مثل الأولاد الصغار. طيب أنا بعمله ماما، أنت بتوجعي. سوارة ماما عطيني يا لألي. سوارة أنا رح أطلك منه شوي شوي وما رح خليه يوجعك أبدا. ما بيصير نترك الجرح من دون ما نعقمه بسرعة. هاتي إيدي. لا راجيني، أنا رح أعقمه، بس بعدوا عني أنتو، خلاص تركوني. بحاول أنا. لا نيكل، أنا قلت لكم بعقمه لحالي. لا نيكل ما سمعتني، يعني أنا رح أعمله. سوارة أنت فكري بس شوي كيف رح أطيل إيدك من دون ما نعقمها فورا، وإذا إيدك ما طابت كيف رح ترجع الدوري على لاكشي مرة تانية؟ راجيني أنا قلت شي غلط مرة تانية؟ أنا كنت عم شجعك مو أكتر. يا ريت تحسب كلامك قبل ما تقول. بكلامك هاد أنت جرحت راجيني. مو مشكلة، انت بعدك على نفس عادة الضرب هي، ما تغيرتي. ها تعرفي انا غبي، يعني انا شفت بعيوني قدي راجيني زعلانة وبجي انا بصب الزيت على النار، مو غباء؟ مو مشكلة خلاص.
يلا شوي ورح نخلص، انت بنت قوية وما بتتوجعي. عن جد سوارة، بدي قلك يعني نحن لازم نوقف جنب راجيني لحتى تقدر تضل قوية دائما، ولهيك هلأ أنا قررت أنه ساعدكم لآخر الطريق ودور معكم، ومن اليوم أنا ما رح أترككم لحتى نلاقي لاكشي ويرجع له. ماشي؟ شي حلو كتير، يعني قعدتك بكندا 15 سنة خلتك تصير تعتمد على حالك. سوارة لأني فعلاً أنا بحبك كتير. ولأنه الواحد لازم يكون واعي ومعتمد على حاله لحتى يكون شريك ناجح. أنا غلطت كتير بحياتي من قبل، بس هلأ أنا خلص وعيت وكبرت منيح. ومن وقت ما كنت صغير وأنا عن جد بحبك كتير، ورح ضل حبك كل العمر. أنا عم خبرك قديش أنا بحبك وأنت قاعدة عم تضربيني؟ يا قدير دخيلك، شو هالحظ اللي إلي هاد؟ برغم من كل شيء وبعد كل هالوقت لساتك بتحب تلف وتدور. بس أنا ما عم أمزح سوارة، عن جد يعني صارنا كل هالسنين بعاد عن بعضنا وبكل هالوقت ما سمعنا صوت بعض، وما إلي غير كم ساعة واصل، بس إحساسي هلأ إني ما تركتك ولا لحظة. وبعرف كمان إنه عيلتك مشاكلها كتير وخلافاتها كمان واضح مو سهلة أبداً. انت نسيتي حالك مشان غيرك وتحملتي كتير، وبالرغم من هيك كل هالمشاكل ما خلتك تضعفي ابدا ولساتك لهلا قويه. حاج بس بكفي، ما بدي احكي، لازم روح شوف راجيني هلا. اسمعي، فيني اطلب منك طلب؟ لا تخلي ابوك يضربني ويخنقني هلا. خلاص لا تاكل هم، تعال. ماشي يا قدير، حميني. امشي. بابا انا ولك شي هلا مع بعض بهالوقت، مزبوط، بس قلوبنا مرتبطة ببعض. وصدقني بابا أنا متأكدة إنه لك شي منيح. أنا قلبي عم يقلي إنه لك شي كتير منيح، وأنا إحساسي ما بيخيب. أكيد إحساسك مزبوط. اسمعيني، بيقولوا عن اللي بيحبوا بعض إنه نروح واحدة بجسمين. راجيني أنا بصدق كل كلامك، كل شيء رح يكون تمام، ما رح أمشي من هون أبداً قبل ما تنحل المشكلة. شكراً إلك وعلى كلامك، وأنا بقدر وقفتك هي، بس شو هي هون؟ هون؟ بهالبيت هاد؟ ليش أنت ما عندك بيت؟ لا لا ما عندي أملاك بكل هالبلد هي أبدا. ليش؟ لأنه بابا باع كل أملاكنا قبل ما نسافر كلياتنا على كندا. معناها حاجز غرفة بأوتيل؟ لا، بحكم شغلي أنا مع سوارة وراجيني رح أسكن معهم هون بهالبيت. أنت عم بتقول إنك رح تعيش هون؟ إيه أستاذ، قصدي قلك إنه سوارة وراجيني رح يساعدوني بما إنه ساكنين لحالهم، ورح أقدر أساعدهم بالشغل أنا كمان. لك أنت مجنون شي يا ولد؟ نحن هون بالهند، لا تكون مفكر إنك بكندا. يعني تسكن معهم ببيت واحد ما بتزبط عنا أبدا. على كلين بناتي في عندهم 100 مشكلة هالفترة، وما بدي تعملهم مشكلة زيادة أنت. بس يا أساس أنا مو حدا غريب، أنا رفيق سوارة من زمان، يعني مستحيل أعمل أي شيء ضرهم. طيب وين المشكلة؟ يعني خليه يضل هون عنا. وبصراحة سوارة هي اللي قالت له يجي لهون. بابا هو
حابب انه يساعدني انا وراجيني بتنظيم حفلات الاعراس وهيك قصص. وصح هلا تذكرت التحضيراتي اللي حكيت عنها راجيني لبكره لهلا ما خلصت. يلا تعي عنا كتير شغل لسه. معقولة انتي سوارة؟ انتي حرجتيني كتير، فكرتك مخبرة اهلك اني رح عيش معكم بالبيت هون، عن جد تفاجأت. انا بعتذر كتير بس هو هلأ ابوكي بيكون اخذ عني فكرة بشعة ومفكر عقليتي صارت اوروبية هلأ، واني ما بفهم شي بالقيم والعادات والتقاليد، ما هيك؟ شو لازم اعمل هلأ؟ اصلا انا بريء اكتر من اخوكي الصغير هذا، فهمتي؟ صار لي زمان كتير ما شفت راجيني عم تضحك هيك ضحكة من قلبها. معي حق؟ طيب وكمان هاي الفكرة رح نحطها بخطتنا. حاجة بقى، عملنا كتير شغلات اليوم، تعالوا يلا بدنا ناكل سوا. لا ماما عنا كتير شغل لسه. طيب شو رأيك تجيبي لنا شاي بدل الأكل؟ طيب من عيوني. أعطيني عنك خالة، خلاص وأخيراً إجا الشاي، تفضلي. وإلي شكراً كتير خالة. استنوني أنا راح أشوف الشيف، راح أختاره كم أكلة وخبره يحضر لنا ياهن لحتى نقدر نشوف إذا رح يكمل معنا أو لا. تمام يلا. راجيني وأنا راح أروح معك لخلص كم شغلة، وبدي مر على البنك كمان. ماشي يلا. حساب معلم الإضاءة. ماشي. أنت سوارة يا ريت تهتمي برفيق الطفولة تبعك وخليه هو يصير شريك حياتك الجديد. ميكيل حبيب سوارة، علاقتنا سوا أنا وأنتي بحياتها ما كانت تهمك لا من قبل وأكيد طبعاً هلأ لا. هلأ فيك تروحي تشوفي حياتك وتتزوجي، وصدقيني رح أكون مبسوط كتير ورح أجي أحضر عزكم كمان، لا تاكلي هم. شفت البنت اللي عاملة تاتو نفسه بالسوق، تذكرتي البنت اللي باعت موبايل لاكشي ولحقناها بس ضاعت منها. سوارة شوفي. راجيني راجيني خبريني شو عرفتوا عن هاي البنت وين شفتوها؟ وقت كنت بالسوق ضربت فيها، وفورا انا اتصلت بالشرطة وخبرتهم وضليت عم الحق بس طلعت سيارة بوجهي وضاعت مني. سنسكار وين اختفى سنسكار؟ من شوي أنا سمعت صوته كان هون، هو كان هون ما هيك؟ سنسكار؟ ليكوا اسمعوا، أنا عملت شوية تغييرات على التصميم، تعوا وعطوني رأيكم شو لازم أعمل فيه وقلوا لي إذا في أي مشكلة لازم عدلها فيه. لا أبداً ما في مشكلة. ممتاز. ابني تعال افطر معنا، هلا حطيت الاكل. ايه بشي. قولي لي سوارة فهميني شو صار بيناتكم. سوارة ما بتقدري تخبي همك عني، أنا أختك. سانسكار كان هون ما هيك؟ يلا بسرعة قولي لي شو قلك.
انت سوارا يا ريت تهتمي برفيق الطفوله تبعك وخليه هو يصير شريك حياتك الجديد. ميكيل حبيب سوارا، علاقتنا سوا انا وانت بحياتها ما كانت تهمك لا من قبل واكيد طبعا هلا لا. هلا فيك تروحي تشوفي حياتك وتتزوجي، وصدقيني رح اكون مبسوط كثير ورح اجي احضر عزكم كمان لا تاكلي هم. هلا سوارا بس سوارا سوارا اسمعيني منيح، انت لازم توضحي فكرتك. سوارا لازم تفهمي سانسكار الموضوع لانه ممكن ينهي زواجك بهالطريقه، واذا طلع عم يفكر بهالطريقه رح يحط بباله الطلاق وقتها ما عاد شي بينفعك. لا لا راجعيني، بهالفتره مصح احكي معه وافهمه شي، بس انا اللي قاهرني وعزز عندي كثير انه في حب قلوبنا كان كثير كبير وكان عندنا ثقه ببعض، وما خطر ببالي انه هذا الشخص يحكي معي بهالطريقه هي وهذا الحكي القاسي كله. راجيني بكل الاحوال هلا نحن لازم نركز منيح على عرس اوترا ليطلع حلو ماشي سوارة؟ بس انت لو سمحتي راجيني خلص هلا مو وقت. لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.